هذه ابرز العناوين نادي الاهلي السعودي يعلن عن مواجهة نادي الرجاء الرياضي المغربي وديا في الديار الاماراتية عملاق الدوري الفرنسي يقدم عرض خيالي للنجم المغربي نيف اكرد من اجل الظفر بخدماته من نادي ويسهام في الميركاتو المقبل معاناة ريدسليم متواصله إصابة جديدة تعطل مسيرته مع نادي الأهلي المصري فوز البنزرجي يمنح لاعبي الوداد الرياضي عشرة أيام راحة بعد التوقف منافسات البطولة الاحترافية أعلن نادي الأهلي السعودي بشكل رسمي عن مواجهة فريق الرجاء الرياضي المغربي وديا خلال شهر يناير الجاري بالدولة الإمارات، وكشف نادي السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس برنامجه الإعدادي خلال فترة التوقف الشتوي والذي يشمل مواجهة الرجاء الرياضي وديا يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري ومن المنتظر أن يسافر فريق الرجاء الريادي إلى دولة الإمارات في التاسع عشر من شهر يناير الجري تأهبا للمشاركة في دور التحدي الدولي الودي والمقرر خلال الفترة الممتدة ما بين 26 و 29 يناير الجري وبمشاركة أندية الزمالك المصري وهان الصيني والأهلي السعودي والرجاء الرياضية حيث الجدير بالذكر ان قرعه دور الامارات كانت قد اوقعت فريق الرجاء الرياضي في مواجهه الزمالك المصري يوم 26 يناير الجاري كشفت صحيفه ليكيب الفرنسيه ان الدول المغربي في اكراد يوجد ضمن اهتمامات مسؤولين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض مدافع ميلان سكارينيار الذي أجرى حديثا عملية جراحية في كاحل الأيسر حيث سيستبعد عن الميدان إلى نهاية الموسم الجاري وأشارت المصادر نفسها إلى أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان شعروا فعلا في حصة قائمة اللاعبين المرشحين لتعويض سكارينيارا خلال فترة الانتقال الشتوية وضمت القائمة اسم الدولي المغربي نيف أكراد مدافع نادي ويست هام يونايتد الإنجليزية حيث يوجد نيف أكراد في مدينة سانت بيدرو حاليا ضمن استعدادات المنتخب المغربي للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا والتي ستنطلق السبت في الكوت ديفوار وخاض المنتخب الوطني المغربي لقاء إعداديا يوم أمس الخميس ضد منتخب سيراليون حيث فاز عليه بمجموع ثلاثة لواحدة ويستهل المنتخب المغربي نهائيات الكان في المجموعة السادسة بإجراء أول مباراة أمام منتخب تنزانيا في السابع عشر يناير الجاري ثم يخوض مباراته الثانية أمام الكونغو الديمقراطية في الواحد والعشرون من نفس الشهر على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة زامبيا في السادس والعشرون من الشهر نفسه تأجلت عودة اللاعب المغربي رضا إلى التدريب الجماعي لفريق نادي الأهلي المصري بعد تعرضه لإصابة جديدة خلال عملية تأهيل. وقال الإعلامي أحمد شوبر في برنامج الإذاعي أمس الخميس أن رضا سليم كان من المقرر أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية يقبل انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين خلال الفترة الماضية وتابع شوبر إن خلال تنفيذ رضا سليم لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية تعرض لتمزق عضلي الأمر الذي سيبعده عن المشاركة مع الفريق الأحمر لفترة إضافية تصل لمدة أسبوعين ويشار إلى أن رضا سليم أصيب بكسر خلال لقاء ساندونز في إياب دور نصف النهائي الدوري الإفريقي في شهر نوفمبر الماضي قرر المدرب التونسي فوزي البنزرتي مدرب فريق نادي الوداد الرياضي منح لاعبيه عشرة أيام راحة بعد التوقف بمنافسات من البطولة الاحترافية إنوي ومن المنتظر أن يعني يستفيد لاعبون نادي الوداد الرياضي من فترة راحة قبل العودة إلى التدريب يوم الاثنين 22 يناير بمركب محمد بن جلون استعدادا لمرحلة الإياب وأنهى الفريق الأحمر مرحلة الذهب في المركز الرابع برصيد 25 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر فريق الجيش الملكي